في بلاد العرب قبل ما يقارب القرن وقعت حرب وتسببت في تشكيل منطقة الشرق الأوسط المعاصرة. مركز تلك الحرب كان رجلاً بريطانياً قام بدور فيها، حيث إنه أنشأ تحالفات مهمة مع العرب وحارب إلى جانبهم في حرب التحرير. ومن ثم لعب دوراً آخر بخيانتهم. Name? Ross John Hume 352087. هذا اسم المزيف. هذا المجند الجديد هو لورنس العرب. 5'6". بعد انتهاء الحرب قام بالاختباء وأمضى حياته طيارا عاديا في سلاح الجو الملكي البريطاني. 34 just. What are these? Superficial wounds. God. And these? Punishment? Persuasion, sir. Where were you? Internment in Turkey, sir. War in the East. كانت هذه الجراح عبارة عن ذكرى بأنه لن يتحرر أبدا من بلاد العرب. تم عرض صور لورنس العرب مع الجيش العربي في مسارح العالم كله. كانت الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. كانت الشعوب مرهقة من التقارير المروعة عن الحرب في أوروبا، وقد أسروا بقصة هذا المحارب. كان لورنس قائدا عسكريا مدهشا، لديه حضور يجعلك تشعر بأن لديه رعاية إلهية أو ميزة خاصة جعلته مختلفا ومميزا وجعلت الناس يرغبون في اتباعه. كان لورنس أسطورة، وكان رجلا معقدا. أحيانا كان يتصرف على أنه رجل عادي وفقير ومتواضع جدا، وأحيانا كان يضخم صورته بشكل كبير. كان متمردا وتلاعب بالنظام، فهم النظام واستطاع الهروب من أمور لا يمكن للشخص العادي أن ينجو منها. كان لاعبا مهما أثر في التاريخ كله. أسطورة حرب الصحراء ودور لورنس فيها كان لهما تأثير على العالم العربي. الجغرافية السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، علاقة الشرق الأوسط مع البلاد الأخرى، وعلاقة مكونات الشرق الأوسط مع بعضها البعض تغيرت كلها في تلك اللحظة. جعل الفيلم لورنس شخصية مشهورة، وكان الجمهور سعيدا به. لاحقته الصحافة، ولكن عظمة ما كان منخرطا به وشهرته وذنبه وما قام بفعله هددت بالتأثير عليه بشكل كامل. كان لورنس يبلغ العشرين من عمره عندما وصل إلى منطقة الشرق الأوسط. كان يحضر نفسه لهذه الرحلة منذ الطفولة. ينتمي لورنس لعائلة لها عملها الخاص، لكنها عائلة هاربة من سر ما، فوالداه لم يتزوجا. قام والده بهجر زوجته الأولى من أجل معلمة العائلة، وقضى لورنس وعائلته سنوات عديدة في التنقل ما بين ويلز واسكتلندا وفرنسا وجزر القنال. استقرت العائلة في النهاية في أكسفورد،
تحت الاسم المستعار لورانس في عنوان 2 شارع بولستيد. كبر لورانس وهو مدرك تماما لحجمه. سريعا ما كبر إخوته وأصبحوا أضخم منه، فلم يزد طوله على 1.65 متر. كان يعرف من البداية أنه ابن غير شرعي، وكان يعرف أنه خارج هذه المنظومة، وهذا حرره وجعله خلاقا بطرق عملية لم تكن متوفرة للأطفال الذين تربوا بشكل تقليدي. أمضى معظم وقته وحيدا، وكان مصمما على إثبات نفسه من الناحية العقلية والجسدية. كان يتوقف عن الأكل ويعمل خلال الليل ويجبر نفسه على الخضوع لتحديات جسدية، فكان يقود الدراجة لعدة كيلومترات في اليوم الواحد. كان شغوفا بكل ما يتعلق بالعصور الوسطى. كان يحب قراءة الكتب الخاصة بالحملات الصليبية ومعاركها البطولية وقوانين الفروسية والأبطال الأسطوريين. شغفه بتاريخ الحملات الصليبية هو ما قاده إلى الشرق الأوسط. عندما كان طالبا في جامعة أكسفورد اختار دراسة تصاميم قلاع الحملات الصليبية. كانت تلك منطقة غريبة تماما وخطرة بالنسبة لطالب شاب يسافر وحيدا. Hosen is the finest castle in the world, certainly the most picturesque. Quite marvelous. Sayun was, I think, the most sensational thing in castle building I have ever seen. خلال 3 أشهر فقط قطع مسافة 1700 كيلومتر، وكان يمضي عدة أسابيع دون أن يرى وجها أوروبيا. I have been on foot and alone all the time. So that I have perhaps, living as an Arab with the Arabs, got a better insight into daily life than those who travel with a caravan. The hospitality is something more than a name. The common people are each ready to allow me to share their meals without thought of payment. I will have such difficulty in becoming English again. كان يتجول عبر القرى القريبة من نهر الفرات، وكانت رحلته على وشك الانتهاء بشكل مبكر. Dear mother, the adventures continue. Read something in the Aleppo paper about my being nearly murdered. Absurd. I suppose all my exercise is responsible for my good health. في الواقع كان لورانس يعرف أنه محظوظ جدا لنجاته. كان مباركا وابتعد عن شيء له علاقة بالغموض البطولي. مر بمشقات كبيرة وآلام، ولكن هذا لم يعني له أي شيء، حيث تحمل هذا بكل سهولة، وهذا يناسب طبيعة البطولة. عندما عاد لورانس إلى أكسفورد كان نحيلا جدا، لدرجة أن أحد معارفه القدامى لم يتعرف عليه. A man came up to me who I did not know, but when he spoke in his low, quick voice, I found that it was Lawrence. تم وصف أطروحته بأنها مدهشة تماما. حظي لورانس بسمعة كبيرة تقر بأنه يعرف الكثير عن تلك المنطقة،
وكان أفضل المؤرخين وعلماء الآثار يحصلون على معلومات منه. استحق أول وظيفة له وهي عالم آثار في الشرق الأوسط. خلال السنوات السبع التالية كان لورانس يشاهد المنطقة وهي على وشك خوض الحرب، ويعرف أن العالم سوف يتغير إلى الأبد. كان مقره الموقع السياحي المهم كاركامش على تقاطع طريق التجارة الرئيسي بين دمشق وشرق بغداد. قام عالم الآثار هذا بتوظيف العرب للقيام بعمليات التنقيب. هنا حصل لورانس على ثقتهم. كان طوال الوقت يحسن لغته العربية ومهاراته باعتباره قائدا، وحصل على احترامهم وثقتهم. في إحدى المرات قام بإيقاف مهندس ألماني كان يضرب عامله العربي، وقال إنه سيضربه لو فعل هذا مرة أخرى. وهنا أيضا قابل دحوم. شارك دحوم بعمليات الحفر، ولكن لورانس اختاره ليساعده على تعلم اللغة العربية وكي يدربه ليصبح المصور المساعد له. كانت تحوم بعض الشكوك حول مدى صداقتهما. كانت تجمع لورانس ودحوم علاقة صداقة قوية. لا أحد يعلم إن كانت بينهما علاقة شاذة أم لا، لكن كان هناك فضول لمعرفة ذلك. أعني أنهما كانا دائما يبدلان ملابسهما ويلتقطان الصور لبعضهما، وهذا غريب قليلا. كان العمال المحليون يعتقدون أن علاقة شاذة تجمعهما، ولكن الناس قالوا إن لورانس كان يتظاهر بهذا وإن الذي بينهما كان إعجابا بريئا. كانت هذه العلاقة واحدة من أهم العلاقات في حياة لورانس، وربما شكلت إلهاما له. بعد 10 سنوات قام لورانس بكتابة 7 أعمدة من الحكمة عما شهده في حرب الصحراء. أصبح من أهم الكتب باللغة الإنجليزية. اس اي ترمز إلى الشيخ أحمد، وهو الاسم الحقيقي لدحوم. I loved you. So I drew these tides of men into my hands and wrote my will across the sky and stars. To earn you freedom, that seven-pillared worthy house. That your eyes might be shining for me when we came. Death seemed my servant on the road. خلال هذه الصداقة مع دحوم والعمال العرب الآخرين، عرف لورانس الكراهية العميقة التي يشعر بها العرب نحو الأتراك الذين كانوا يحكمونهم. حكمت الإمبراطورية العثمانية منطقة الشرق الأوسط منذ 4 قرون، وامتدت سلطاتها من القسطنطينية إلى مكة. كانت تركيا تضعف في ذلك الوقت وتسمى الرجل المريض في أوروبا، وكانت بريطانيا وفرنسا وروسيا مستعدة للسيطرة عليها إن انهارت تلك الإمبراطورية، وهذا بدا ممكنا جدا. كانت أوروبا في طريقها لخوض الحرب العالمية الأولى. قام القيصر الألماني بزيارة رسمية لتركيا، وكان الألمان يرغبون في إقامة تحالف مع الأتراك. عرضوا عليهم الدعم العسكري والاستراتيجي، بما في ذلك بناء خط سكة حديد جديد، وخصوصا سكة بغداد. كانت سكك الحديد مهمة جدا من الناحية الاستراتيجية، لأنها كانت أسرع طريقة لنقل الأمتعة والأسلحة. في الأجواء الدولية المتوترة كانت سكة الحديد الجديدة مهمة جدا بالنسبة للقوى الخارجية. كان الموقع الأثري الذي يعمل به لورانس على الطريق المقرر لبناء سكة الحديد إلى بغداد، وكان على وشك الدخول إلى الاستخبارات العسكرية.
هناك رسالة من ضمن مجموعة متحف بريطانيا تتضمن وصف لورنس لبناء خط سكة الحديد. You asked about the railway, which now runs 4 trains a day. The line is to run round the walls of the Kelat and descend from the Euphrates. I will send you a few photos in a week. The station platform is to be 1100 meters long. There are to be 24 stone buildings. They are working day and night shifts to hurry it on. رأينا في كركمش أن لورنس تهيأ للعبة الكبيرة. لورنس لفت أنظار البعض على أنه سوف يكون نافعا لهم، وقالوا لما لا نجربه ونضعه في تلك الأجواء لنستفيد من معرفته باللغة ولنجعله يدير الناس ونرى قدرته على رسم الخرائط والتصوير. هذه الأمور كانت مهمة إضافة إلى مهنة التجارة التي كان يتعلمها في كركمش. سيناء تقع على بعد 800 كيلومتر جنوب كركمش. تم تعيين لورنس للانضمام إلى فريق يقوم بالتحضير لمسح عسكري للمنطقة، وقال إنه تم إرساله تغطية للعملية السياسية، وأخذ دحوم معه. مع اقتراب الحرب كان الأتراك يراقبون أي عالم آثار مثير للشك. They sent soldiers after me. They tried to stop me from going up Mount Hor. But we had lost or tired out all the soldiers and reached the hilltop quite alone. كان لورنس يتعلم، وقد وقع في حب الأرض التي سوف يصبح مرتبطا بها بقوة. Landscapes in childhood's dream were so vast and silent. Golden misty dawns and the strange peacefulness of nature. كان لورنس في منزله في أكسفورد يوم الرابع من أغسطس آب عام 1914 عندما أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا، وانضم اثنان من إخوته إلى الجيش على الفور. كان لورنس يبحث عن إعلان يمكنه من الاستفادة من خبرته في بلاد العرب ويدخله في الحرب. أي شاب صغير في تلك الفترة لم يسمح له بارتداء الزي العسكري كان يشعر بالإحباط ويشعر أنه جالس في منزله كالضعفاء، مع أنه من المفروض أن يقاتل على الجبهة مع الرجال. God, the horrible boredom of having nothing to do. I am longing for the Turks to declare war on the German side, so we will have a chance to take them on and kick the Turks out of Arabia. في بداية القرن العشرين كان العرب لا يزالون شعبا ضعيفا. كان هدفهم الرئيسي العاصمة الدينية مكة، وكان هناك الشريف الحسين بن علي، وهو من سلالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. كان الحسين بن علي يفكر بقيادة ثورة ضد الحكم التركي. كان يحلم بتأسيس دولة عربية وجمع آلاف القبائل والإمارات تحت قيادة حكومة واحدة. كان العرب يأملون أن يحكموا أنفسهم بدلا من حكم الأتراك، وأرادوا الحصول على استقلالهم ووحدتهم. كان هذا هو الأفضل للعالم العربي. الثورة العربية هي أمال العرب كلها، أنه تتوحد الأمة العربية كلها تحت لواء دولة واحدة مستقلة إلها قوتها اقتصاديا وعسكريا وعالميا حتى تأخذ دورها بين الأمم. عرف الشريف الحسين بأن هناك مجموعة من المثقفين العرب في دمشق قامت بتشكيل معاهدة اجتماعية سرية للمحاربة من أجل استقلال العرب. أرسل اثنين من أبنائه وهما عبد الله وفيصل لمعرفة الأجواء السياسية لدى الأتراك وللتأكد من الدعم العربي للثورة. كان الجيش التركي يسيطر على المنطقة، وكانوا يهاجمون بقسوة أي مشروع صغير للثورة. كان فيصل في دمشق عندما حكم الأتراك على ثائر بالإعدام،
وحاول فيصل تحريره. ولكنه فشل. لم يكن إعداما منعزلا، كانت القسوة علامة للحكم التركي. كانوا حياتهم تعيسة جدا. بعد ما تغيرت الحكم العثماني تحول للعلمانية. يعني بذكرهم مثل منام جيدي، مش جيدي ولا شيء. أخيرا دخل الأتراك الحرب إلى جانب ألمانيا. كان هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على تاريخ الشرق الأوسط. كان القرار مدمرا، وكان بالطبع أخطر غلطة اتخذتها الإمبراطورية العثمانية خلال تاريخها كله الذي وصل إلى 5 قرون. وضع البريطانيون آلاف الجنود على الأراضي الأوروبية، ووجد لورنس دورا له في الحرب. بسبب معرفته باللغة العربية وبالعرب استحق الحصول على منصب في الاستخبارات العسكرية البريطانية في القاهرة. يتذكر الرجال الذين خدموا معه رجلا يافعا غير ضخم البنية، وكان دائما يهمل ارتداء الحزام أو شارته، وكان شعره طويلا قليلا، وكان يقلل من احترام الضباط المسؤولين عنه. ولكنه تميز سريعا. تم تعيينه في جزء مهم استراتيجيا من الإمبراطورية البريطانية. أعطت مصر البريطانيين السيطرة على مصالحها في الشرق الأدنى والشرق الأقصى وقناة السويس وطريق الهند المهم، وأعطتهم مدخلا لمصادر النفط الجديدة. كان لورنس يعمل على جمع المعلومات الاستخباراتية عن الثورة العربية المحتملة، وقابل السجناء والمنشقين وعين العملاء وساعد على رعاية فكرة التمرد العربي. كان رأي مكتب الحرب البريطاني أن الثورة العربية يمكن أن تزعزع الجيش التركي. تدريجيا أصبح دور لورنس سياسيا بشكل أكبر. ولكنه كان مرتبطا بشكل كبير بالمكتب. كان يعي تماما أنه بينما كان بأمان في القاهرة كان أخواه يقاتلان في الحرب الفظيعة في أوروبا. كان ويل يخدم في سلاح الطيران الملكي، وفرانك كان في الخنادق. في مايو أيار عام 1915 فقد فرانك في عملية عسكرية، وكتب لورنس رسالة إلى الوطن. فرانك's death was such a shock. The hugeness of this war has made one change one's perspective, and I for one can hardly see the details at all. I wonder where it will all end. كانت الحرب تسير بشكل مشؤوم بالنسبة للبريطانيين. عشرات الآلاف من جنود قوات الحلفاء قتلوا في غاليبولي. كان الانتصار التركي يعني أن جيش العدو قد أطلق لخوض المعارك في مكان آخر. تم إرسال الجنود إلى الشمال على سكة حديد الحجاز. أصبح تهديد الهجوم التركي على المصالح البريطانية في مصر وربما على قناة السويس أشد. كان مكتب الحرب البريطاني قلقا للغاية. كانوا يرغبون في الحصول على معلومات عن التهديد التركي، وأرادوا تجنيد العرب للقتال ضد الأتراك. تم إرسال الكثير من الرسائل العاجلة بين لندن ومقرهم في القاهرة. Please ascertain from prisoners the time the railway takes to get from Syria to Constantinople. Work to prevent any alienation of the traditional loyalty of the Arabs to England. How many troops can each train move? Please offer all support to plans for an Arab revolt.
كان لورنس يؤمن بالثورة، وكان يعرف ما يمكن أن تؤمنه للعرب ولمصالح الإمبراطورية البريطانية. It's a big game, and at last one worth playing. كان الأتراك في سوريا يعملون بجهد لإبقاء العرب تحت سيطرتهم. قدم الضابط التركي في المنطقة هدية رمزية للقائد العربي الأمير فيصل، وهي بندقية جندي بريطاني قتل في غاليبولي، وقد نقش عليها غنيمة تم الحصول عليها في الحرب، مقدمة من إنفا باشا إلى الأمير فيصل. كانت الرسالة واضحة: انظر من ينتصر بالحرب، وفكر مجددا قبل انحيازك إلى الطرف الآخر. عرف العرب أنهم إن أرادوا حكم أنفسهم فليس لديهم خيار سوى الحرب. كانوا يعرفون أيضا أن قواتهم كانت ضعيفة بالمقارنة مع القوات التركية المنظمة والمجهزة بشكل جيد، وكانوا يريدون حليفا ليدعمهم ويقدم لهم السلاح، وكان المرشح الواضح هو بريطانيا. الشريف الحسين كان على وشك اتخاذ قرار، ولكنه كان بحاجة إلى ضمانات. أراد أن تعلن بريطانيا أنها تؤيد استقلال العرب، وأراد الحصول على استقلالهم، وأراد الحصول على وعود من البريطانيين. أراد الشريف الحسين الحصول على عهد بألا تحاول أي قوة أجنبية السيطرة على أراضي العرب بعد الحرب، وأن يضمنوا استقلالهم إن حاربوا. في عام 1915 شكت الحكومة البريطانية بأن الثورة سوف تدوم، ولكنها قد تؤخر تقدم الأتراك، وعلى هذا الأساس كان مكتب الحرب البريطاني على استعداد لتقديم الوعود لأي شيء. سمح اللورد كيتشنر بنشر صفحات إعلانية بأن بريطانيا وعدت بألا تتدخل بالدول العربية إن ساعدهم العرب في تلك الحرب. لقد صدقوا الوعد، فعلا لقد صدقوا وعد بريطانيا العظمى، وبالطبع هذا شجعهم على الثورة. على أساس هذا الوعد قام الشريف الحسين بجمع رجاله من أجل الحرب. قامت القوات العربية بمهاجمة الحصن التركي في المدينة. It's a big game, and at last one worth playing. كان لدى لورنس البصيرة والقدرة على رؤية الأمور بشكل شامل أكثر من الضباط البريطانيين الآخرين. كان بالفعل يعتقد أن هذه حركة تحرير شعبية، وصدق أن العرب قادرون على الحصول على الاستقلال والسيادة ليصبحوا أمة جديدة. خلال أسابيع حقق العرب الكثير من الانتصارات، واستسلم الحصن التركي بجانب المدينة. بدا وكأن الإمبراطورية الرومانية بأكملها بدأت بالسقوط، وكأن حن بعلقة بغزو روما. كان الشعور بأن ساعة التحرير قد حانت، وأن العرب استحقوا استقلالهم، وأن كل ما كان عليهم فعله هو الاستمرار بنفس الطريقة. عندها بدأ العرب يواجهون المدفعية التركية والطائرات الألمانية، ووصلت الثورة إلى النهاية. اقتصرت الثورة على عدة آلاف من رجال القبائل، ولم تكن هناك قيادة مركزية. الأهم من هذا أنه لم تكن لديهم أسلحة عصرية. وصلت تقارير إلى لندن تفيد بأن الثورة في مرحلتها الأخيرة،
ولم يتفاجأ المشككون بهذا. The communications from Cairo are hardly encouraging. The Arab cause is evidently very weak cement. The prospect of an Arabia united seems very remote. I predict the collapse of the movement within months. تم إرسال لورنس ليعرف إن كان قادة العرب يشعرون بأن لهذه الثورة مستقبلاً. سوف تكون رحلة خطيرة، وهو سوف يتجه إلى أعنف الصحارى في العالم. كان هناك خطر كبير من تعرضه للهجوم من قبل قطاع الطرق أو أن يمسك به الأتراك، ويبدو أن لورنس كان مستعداً لهذه المخاطرة. First one and then another of my brothers has been killed. They were both younger than I am and it doesn't seem right somehow that I should go on peacefully in Cairo. أراد لورنس أن يصبح بطلاً، ولابد أنه شعر حينها أن عليه القيام بشيء حقيقي. أنا متأكد من أن هذا كان الدافع بالنسبة له كي يقوم بدوره. كان لورنس يؤمن أن الثورة على وشك الانهيار لأنه لم تكن لديها قيادة حقيقية، وكان يبحث عن شخص ليكون رمزاً وبحيث يملك شخصية مناسبة لإعادة إحياء المعارك. اتجه إلى الشمال باتجاه وادي صفرة ليقابل الأمير فيصل. صداقتهما قادت تلك الحرب في الصحراء. لم يكن لديهم ما يكفي من الأموال والأسلحة، ولم تكن القيادة سعيدة بهذا الوضع، وبدأ الكثير من الضباط العرب في الهرب وترك مخيم الشريف الحسين. لذا عندما ظهر لورنس شعر الجميع أنه يمكن لهذا الغريب أن يفعل شيئا ليصحح هذا الوضع. شرح الأمير فيصل ورجاله سبب فشل الثورة من وجهة نظرهم. He was deeply discouraged. His men were tired. He had lost many of them. They were in every way ill-equipped. Little flour and rice, few rifles, insufficient ammunition, no technical help, no information. I said that my coming was expressly to learn what they lacked and to report it. شخصية لورنس وانطباعهم عنه كضابط مندوب من دولة عظمى، دولة حليفة، قدمت للثورة شيء كثير. مساعدات من أسلحة ومن مال ومن هذا، وكان احترامهم إليه إنه يمثل الدولة البريطانية لا أكثر ولا أقل. بدأ لورنس العمل مع الأمير فيصل كضابط اتصال ملحق بالقوات العربية، وبدأ بتحديد قائمة بالمطالب العربية. Rifles 2000, ammunition 100 boxes, dynamite, money 16,000 pounds, tents, socks 2 pairs, field glasses if possible, rope, candles, Lewis guns, cigarettes 6000, Chinese silk, camel saddles. Thank you.
وقفت الثورة على أقدامها مرة أخرى. لكن لم يوافق حلفاء بريطانيا على دعمها. أرسلت فرنسا سفيرها جورج بيكون لاجتماع طارئ مع الحكومة البريطانية. لطالما رغبت فرنسا بالحصول على مستعمرة في الشرق، ادعوا أنهم شكلوا سوريا منذ فترة الحملات الصليبية، وقالوا إن سوريا كانت مناسبة تماما لتكون منطقة فرنسية. كانوا يخافون من نجاح الثورة العربية، فهذا سوف يهدد مطامعهم، لذا اقترحوا خطة سرية مع بريطانيا لتقسيم المنطقة العربية بينهما. قبل أن يفوز العرب بالحرب، قوضت بريطانيا وعدها باستقلال العرب. حتى الآن لم يكن لورنس يعرف أي شيء عن هذه الاتفاقية السرية. كان يمضي معظم وقته مع الأمير فيصل في الصحراء. اقترح الأمير فيصل على لورنس إن كان يريد العيش مع العرب أن يرتدي ملابسهم، فهذا سوف يساعد القبائل على التجاوب معه. العرب من عادتهم أنه من رافقهم يكون واحد منهم، هذه كعادة عند العرب، لكنه أنه يكون عربي، أما هو رجل كان في أمان بينهم عايش كواحد من أحد القبائل الموجودة في الثورة. لم يكن لورنس مقتنعا بأن هذا الزي عملي، ولكن الآخرين شكوا في أنه كان يهتم بصورته الذاتية. من الملائم أن يرتدي الزي العربي، لأنه كان يريد احترام نفسه، لأنه شخص ذو مكانة وينتمي إلى العرب، ولكن كان يسخر من نفسه قليلا وكأنه يمثل. استمتع بهذا لحد معين، لكنه كان يمثل ونجح بهذا. بدأ لورنس باكتشاف أسلوب العرب في الحرب في الصحراء. Most wars are of contact. Ours should be a war of detachment. We were an influence, an idea, a thing intangible drifting about like a gas. بدأ العرب بتقبل هذا المجند الجديد. اعتبروه صديقا ورجلا يعمل بنشاط إلى جانبهم، وبالطبع كانوا يحترمونه جدا. كان يقوم بالهجوم وزرع الديناميت، كانوا يحترمونه بشكل كبير. ولكن هناك مؤرخ عربي قال بأن دور لورنس في البداية كان أكثر من مجرد مستشار تقني. لورنس بالثورة هو عبارة عن ضابط خبير متفجرات لا أكثر ولا أقل، يعلم الناس كيف المتفجرات ويدربهم على تفجير الجسور أو الآليات اللي يحتاجوا إلى تفجيرها لا أكثر ولا أقل. في لندن كان جورج بيكو والسير مارك سايكس يتفقان على تفاصيل تقسيم الخريطة العربية. سوف تحصل فرنسا على لبنان وعلى مساحة من الأراضي تسمى اليوم سوريا، وسوف تحصل بريطانيا على فلسطين ومعظم أراضي ما بين النهرين. سميت هذه المعاهدة باسم معاهدة سايكس بيكو. تجاهلت تماما الوعد الذي قدمته بريطانيا للعرب.
It was a very كانت خيانة عظمى. كان هناك شعور بالخيانة. وأرجو أن أكون صادقا قدر الإمكان حين أقول إن تلك الخيانة كانت سبب المأساة التي نعيشها والظروف الفظيعة التي تلازمنا منذ أكثر من 100 عام. أمر فظيع. أبقت لندن هذه الاتفاقية سرية لعدة شهور، وفي النهاية بدأت بالتسرب بين الضباط البريطانيين. كان على لورنس أن يقرر إخبار الأمير فيصل بأن رجاله يموتون دون سبب أم لا. ليس من المعروف كيف ومتى عرف بهذا، ولكنه اعترف بنفسه في كتابه الأعمدة السبعة بأنه لم يقل الحقيقة كاملة. I had to join the conspiracy and assured the men of their reward. I risked the fraud on my conviction that Arab help was necessary to our cheap and speedy victory. Better we win and break our word. شعر بأنه خدعهم بالتأكيد، ولكن لأي درجة خدعهم؟ كان دائما يبالغ بدوره الذي أعطى الناس الكثير من الثقة. تم جر لورنس للمشاركة بالخيانة والتي ستلازمه طوال حياته. I assured them that England kept her word in letter and spirit. In this comfort, they performed fine things. The blame into Lawrence may be. لقد لاموا لورنس. ربما قدم وعودا باسم بريطانيا. لذا كان يلام بشكل شخصي. إنه لوم شخصي. لأنه لم يكن صادقا معنا. Perhaps if I had been honest then, but we had dreams. And I could see a way that we could win in spite of Sykes and Pico and the rest. لكن هو والي العرب لحب بريطانيا للعرب مش مشان العرب لكن لغايات سياسة بريطانيا وطرد الدولة العثمانية والاستيلاء على المناطق العربية كافة. كان ضابطا بريطانيا يخدم بلاده، ولكن بالطبع كانت لديه أفكاره الخاصة لخدمة بلاده. We had dreams. I salved myself in the hope that by leading these Arabs madly in the final victory, we could still win. We could still win. بدأ لورنس بوضع خطة سوف تسمح للعرب بأن يتحكموا بمصيرهم، وأقنع الأمير فيصل بأنه لو وصلت الثورة إلى مدينة دمشق قبل قوات الحلفاء فسيكون بإمكانهم إجبار القوات البريطانية على إعطائهم الاستقلال. سوف تكون دمشق الحل. دمشق مدينة عظيمة وقديمة جدا، وكانت مركزا للجماعة التي فكرت بالأصل بتلك الثورة. لدى العرب من المغرب في الغرب إلى العراق في الشرق مكانة خاصة لدمشق في قلوبهم. دمشق هي المكافأة. أحد أكبر التحديات التي كان على لورنس مواجهتها كيفية جمع القبائل مع بعضها. كان يعاني من نوبات الملاريا والزحار عندما هددت حادثة بتدمير أحد أضعف الحلفاء للثورة. الرجل الذي قتل كان من قبيلة والقاتل من قبيلة أخرى. قانون القبائل كان يطالب بإعدام المذنب. لكن إن قتل بواسطة عربي آخر فسوف ينشأ نزاع جديد.
قام لورانس بتحمل مسؤولية القيام بإعدامه. I told Hamid that he must die. I made him enter a narrow gully, a dank twilight place. Hamid cried out to me again and again. I gave him a few moments delay, which he spent crying on the ground. Then I made him rise. بينما كان يعاني من الحمى، قال لورانس إنه فجأة تمكن من رؤية الثورة من منطلق أشمل، وعندها فكر بخطته الذكية، والخطة هي مهاجمة العقبة. كانت الميناء الوحيد في البحر الأحمر الذي يمكنه إيصال الإمدادات إلى الشمال إلى دمشق، وما زال الأتراك يسيطرون عليه. كانوا يدافعون عنه بشكل جيد. قرر لورانس أنه حان الوقت للعرب ليسيطروا عليه، ولكن كيف؟ من الشمال من الجفر جاء الرجل الذي سوف يدخل تاريخ الثورة العربية. إنه عودي أبو تاية. عودي أبو تاية لما دخل الثورة انجرت كل القبائل العربية اللي ممكن أنها تقاوم الثورة أو تخش فيها، فانجرت هذه كلها التحقت إلى عودة أبو تاية في الثورة، فكان عودة أبو تاية هو فارس الثورة وهو بطلها. عودة أولاً بطل زعيم، عودة زعيم قبيلة العرب استجاروا فيه وقاد الجيوش في الثورة العربية الكبرى. كثير كان قبله زعماء عرب طلبوا المساعدة، وعودة ساعدهم وقدم لهم المساعدة. أرسل الأمير فيصل رسالة يطلب فيها حضور عودة. كانت العقبة مهمة جدا للثورة، ورأى كل من لورانس والأمير فيصل أن عليهما الالتقاء به وجها لوجه. A splendidly unlikely pair, Faisal the prophet and Auda the warrior, each immediately understanding the other. I knew from the force and directness of the man that we would attain our end. He had come down to us like a knight errant. أعطى الأمير فيصل البندقية التي قدمها الأتراك له في دمشق إلى لورانس، وهي بندقية الجندي البريطاني الذي قتل في غاليبولي. وصفوا لورانس بأنه ذيب. ذيب يعني الشجاع، المكتشف، المغامر، الجسور. هذه هي مواصفات ذيب، وهي صفات يعني العرب تحب بمواصفات هذا الرجل. كانت الخطة تقضي باستدعاء مجموعة صغيرة من الرجال ليقطعوا الصحراء المفتوحة ويجندوا القبائل التي في طريقهم، ومن ثم سيذهبون عبر الجبال ليصلوا إلى الدفاعات التركية حيث لم يكن أحد يتوقعهم أبدا. إنها الرحلة التي يفضلها لورانس. أراد أن يستخدم العرب مهاراتهم الصحراوية ليتغلبوا على الصعاب. إنها مغامرة متهورة ومليئة بالشجاعة، ولكن بعض العرب شكوا في النجاح. الصراع في الصحراء له ثمن. إنها مساحات واسعة من الرمال والحر والعطش والإرهاق. We marched on over monotonous glittering sand.
and over those worst stretches of polished mud. They blazed back the sun into our faces. It was not a steady pressure, but a pain, ebbing and flowing. The barren desert threatened to defeat us. في صباح السادس من يوليو تموز وصلوا إلى جبال العقبة. مستقبل الثورة بأكمله يعتمد على هذا الهجوم. 500 رجل عربي بأسلحة بسيطة ضد قلعة تركية محصنة جيدا. عقبة. عقبة. لقد فاجأوا الأتراك تماما. سقطت العقبة. احتاج العرب يومين فقط. لقد حققت الثورة أول انتصار كبير لها، ومن هنا سوف تنتشر الثورة عبر بلاد العرب في سوريا وفي العراق. حتى الآن كانت القيادة البريطانية تستغل الثورة العربية من أجل المناوشات. انتصار العقبة غير هذا المنظور. لورنس والعرب سوف يصبحون جزءا مهما من حرب الصحراء. ترك لورنس قيادة منطقة العقبة لعوده، وأصر على الحصول على نصره الخاص. وصلت الأخبار إلى قيادة قوات الحلفاء في أفضل وقت. عانت قوات الحلفاء من هزيمة كبرى وخسائر فادحة، وتم استبدال القادة العسكريين. وكان الضباط البريطانيون الذين يقاتلون مع العرب يتساءلون إن كان لديهم هدف مفيد. أثبت لهم لورنس أنهم على خطأ. تم ترشيحه لوسام الصليب الفيكتوري، وتمت ترقيته إلى رتبة رائد، لكنه عرف أنه ما زال يريد تحقيق الكثير. مستقبل بلاد العرب ما يزال بين أيدي هذا الجيش الصغير الذي يقوم بالاحتفال في العقبة. ما زال لورنس يواجه صراعا شخصيا بين ولائه لبريطانيا وأصدقائه العرب. يمكنه تحقيق هذين الأمرين إن تمكن من الوصول إلى دمشق. في منتصف الحرب العالمية الأولى اشتدت المعارك عبر منطقة الشرق الأوسط. انضم جيش من العرب إلى الحرب ليكونوا إلى جانب قوات الحلفاء. وعدت بريطانيا العرب بالاستقلال التام إن ساعدوها في هزيمة الأتراك. كان يحارب إلى جانب العرب رجل بريطاني مدهش.
تي إي لورنس الذي ساعد على تسليح الحملة العربية وتوجيهها. قال للعرب إن الحكومة البريطانية تضمن حصولهم على الاستقلال إن حاربوا إلى جانب بريطانيا، ولكن تم التراجع عن هذا الوعد سرا. عرف لورنس أن العرب سوف يحصلون على الاستقلال فقط إن تمكنوا من الوصول إلى دمشق في الوقت المناسب. في أكتوبر تشرين الأول عام 1917 ركز لورنس والجيش العربي على مهاجمة سكة حديد الحجاز، قاطعين بذلك طريق الإمدادات التركي. قبل عام واحد فقط لم يكن لدى العرب السلاح الكافي، والآن حققوا انتصارات كبيرة وتسببوا في خسائر عظيمة للجيش التركي. قبل أربعة أشهر حصل العرب على موقع استراتيجي مهم وهو ميناء العقبة، حيث تدفقت منه الإمدادات إلى قوات الحلفاء وإلى الجيش العربي. بسبب هذه الانتصارات أخذت القوات البريطانية لورنس والجيش العربي على محمل الجد. لم يعودوا مجرد قوات مساعدة لا يمكن التنبؤ بها، أصبحوا جزءاً مهماً من الحملة الحربية ككل. كانت قوات الحلفاء تحضر لهجوم جديد يمتد عبر الشمال على طول ساحل فلسطين باتجاه القدس. سوف يقوم العرب بهجوم على طريق موازن لإجبار القوات التركية على أن تحارب على جبهتين. بعد القدس كان هدفهما التالي دمشق، وهي المركز السياسي للعرب. كانت القيادة العربية المتمثلة في الأمير فيصل متأكدة من هزيمة الأتراك، لذا تقدم العرب نحو دمشق ليحصلوا على استقلالهم. عرف لورنس أن بريطانيا لم تكن صادقة، فقد دخل العرب هذه الحرب على أساس الوعد البريطاني بحصول العرب على استقلالهم إن ساعدوا قوات الحلفاء في حربهم ضد الأتراك. آمن العرب بوعد بريطانيا العظمى، وكانوا يحترمون كلمة بريطانيا العظمى بقوة. ما كان يعرفه لورنس ولم يعرفه العرب بعد هو أن بريطانيا أخلفت هذا الوعد. It was evident to me that if we won the war, these promises were dead paper. عقدت الحكومة البريطانية اتفاقية سرية مع فرنسا تدعى اتفاقية سايكس بيكو. لقد خططتا لتقسيم الأراضي العربية بين بريطانيا وفرنسا، ولم تتركا مكانا للعرب ليحكموا أنفسهم. إنها بصراحة أعظم خيانة أو أعظم خرق لوعد بين بريطانيا والعرب في التاريخ كله. كان من الصعب على لورنس أن يبرر هذه الكذبة، وخصوصا عندما كان يقوم بدفن رفاقه العرب. An individual death is like a pebble dropped in water. Rings of sorrow widened out from it. We could not afford casualties.
في هذه المرحلة من الحرب وصلت خسائر العرب إلى آلاف الرجال. العرب قتلت أعداد كبيرة، والحرية تفداها الأرواح، فكان عقيدتهم هي الاستقلال والحرية، وكانوا يقاتلون بشجاعة. كان لورانس يبحث عن طريقة ليترك هذه الحرب. حتى قبل انتصارهم في العقبة كانت هذه المسؤولية الكبيرة تهدد بأن تسيطر عليه. كان يشعر بالذنب الكبير. قام بالتعبير عن مشاعره بكتابة رسالة إلى المسؤول المباشر عنه. I've decided to go off alone to Damascus, hoping to get killed on the way. For all sakes, clear up this show before it goes further. We are calling them to fight for us on a lie, and I can't stand it. ولكنه لم يرسل هذه الرسالة. بالرغم من كل شيء، كان لورانس مواطنا بريطانيا يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية. إنه ضابط بريطاني ولم يتذمر من ذلك. أحترمه لهذا. لماذا عليه أن يخدم طرفا آخر سوف يصبح خائنا عندها؟ I had to join the conspiracy. Arab help was necessary to our cheap and speedy victory in the east. كان يساعد العرب ويقاتل معهم، وكان يقدم أفضل ما لديه، لأن الأمر كان واضحا جدا. إن انتصر العرب ستكون هذه مساعدة للإمبراطورية البريطانية، وهي خدمة حربية. كان هناك أيضا جانب شخصي. فقد كتب لورانس على صفحة إهداء كتابه أعمدة الحكمة السبعة بأنه يعد بالحرية من أجل من يحبه. I drew these tides of men into my hands and wrote my will across the sky and stars to earn you freedom. كان هذا الإهداء موجها إلى دحوم، وهو صديق لورانس حين كان يعمل عالم آثار. كان دحوم في ذلك الوقت محاصرا في منطقة الأعداء. كتب لورانس أنه لم يمر يوم واحد دون أن يفكر فيه. أمضى لورانس بقية فترة الحرب في محاولة لتحقيق الوعد البريطاني، أو الوعد الذي قدمه هو إلى العرب. They had joined the war to win freedom. Therefore, for every reason, strategical, tactical, moral, we were going on. اتجه الجيش العربي إلى الشمال لمهاجمة القطارات والمواقع التركية. November the 11th, a detachment of the Northern Army of Sharif Faisal attacked the railway and troop train. At Tel El Shabab, two locomotives destroyed. Turkish casualties 100. Arab casualties 7 men. وضع الأتراك جائزة لمن يقتل لورانس وعود أبو تايه والأمير فيصل، وكانت الجائزة تكبر كلما قاموا بهجوم ناجح. هذا اعتراف بأهميتهم، وهذا جعل لورانس يشعر بالسعادة، وقال إنه أفضل من الحصول على ميدالية الفروسية من الملك البريطاني. انتقل لورانس إلى قاعدة جديدة في قلعة قديمة تعود لزمن الحملات الصليبية في الأزرق، وكان يمشي مرة أخرى على خطى أبطاله. The early shepherd kings loved this place, and Roman legionaries languished here in yet earlier times. Azrak's unfathomable silence was steeped in knowledge of wandering poets, champions, and lost kingdoms. It was magically haunted. كان لوجود لورانس وجيش الأمير فيصل تأثير كبير على السكان المحليين.
ومستر لورنس الملك فيصل راكز بالأزرق هون يعطي جميع المواصلات. تشوفوا هون الغرفة الفوقة اللي بتطلع الدرجة عليها بتفوت من هون وعليها ظل معها سنتين زمان هو أبو مع بعض. كتب لورنس رسالة إلى أمه. You will be pleased to hear I at last have a floor to sleep on and a roof over my head. A stone roof, but a roof nonetheless. من مقرها في الأزرق انطلقت القوات العربية إلى مرحلة جديدة من الهجمات على الأهداف والمواقع الاستراتيجية المهمة. بدأ لورنس بالبحث عن الأخطار بطريقة أخرى. قال إنه يريد اختبار قدراته. I'm not going to last out this game much longer. Nerves going and temper wearing thin. But we ride on. سافر لورنس إلى الشمال ليستطلع إمكانية الهجوم على قلعة تركية مهمة في درعا. في عام 1917 كانت درعا عبارة عن مفترق طرق في سكة الحديد المتجهة إلى دمشق. على العرب الاستيلاء عليها قبل أن يتقدموا. بالنسبة للورنس سوف تصبح درعا مكانا لأفظع الذكريات. لدى لورنس السجل الوحيد لما حصل فيها، وهذا موضوع سبب الكثير من الجدل. وصفها قائلا: يجب ألا أتحدث عنها لأن الرجل النبيل لا يجب أن يتحدث عن هذا الأمر. قال إنها آذته أكثر من أي حدث آخر خلال هذه الحرب. الجنود يشكون فيه. ادعى لورنس أنه من الشمال ليبرر عينيه الزرقاوين، ولكن الأتراك لم يقتنعوا بهذا. وكما قال لورنس كانوا يفكرون في أمر آخر. He began to fawn on me, saying how white and fresh I was, how fine my hands and feet. I thought he was going to kill me. But he only pulled up a fold of flesh over my ribs and worked the point through. Then he told the corporal to take me out and teach me everything. I locked my teeth to endure this thing which lapped itself round me, like a flaming wire about my body. A delicious warmth, probably sexual, was swelling through me. I knew next that I was being dragged about by two men as if to split me in two, while a third man rode me astride. That night, I gave away the only possession we are born into life with, our bodily integrity.
ثم قال لورنس إن الأتراك ضمدوا جراحه وسمحوا له بالفرار. هناك العديد من العناصر في القصة قادت الناس ليشكوا بها. أعتقد أن قصة الدرع كانت مختلقة ولم تحدث حسب أبحاثي وحسب رأيي. ذهبت بنفسي إلى درع لاحقا والتقيت بالناس وأمضيت ليلتين في حوران حول درع، وأنا مقتنع بأنه لم يذهب إلى درع وأن هذا لم يحصل وكان مختلقا. لا أعتقد أنه تعرض للاغتصاب في درعة بالطريقة التي قالها لورنس. أعتقد أن لورنس حظي بعلاقة جنسية شاذة بينما كان في بلاد العرب. ربما كانت اغتصابا، وربما قاد نفسه إلى وضع بشكل متعمد وانتهى به الأمر باغتصاب أو شيء كهذا. أنا مقتنع بذلك وقد درسته منذ مدة طويلة. هذا لم يحصل بالطريقة التي وصفها. يعتقد البعض أن لورنس اخترع هذه القصة لتمثل العقاب الذي شعر أنه يستحقه لأنه خدع أصدقاءه العرب. كان هناك جرح يغذي هذه الممارسات بشكل دائم ويغذي حاجته للتضحية والتعويض من أجل هدف أسمى، من أجل تحقيق رؤيا وهي تستمر بالتكرار. هذا الجرح يستمر بالنزف ويدفعه ليقوم بجهد أعظم ليحقق تلك الرؤية السامية. There was no escape for me. I took up again my mantle of fraud in the East. With my certain contempt for half measures, I took it up completely. انتقلت القوات البريطانية إلى القدس، وقبل وصولها ترك الأتراك المدينة المقدسة. وسقطت القدس. وصلت الأخبار إلى لورنس، وأسرع ليشارك بالاحتفالات. بالنسبة للرجل الذي شكل حياته على أساس الحملات الصليبية، فإن ذهابه إلى القدس مع الجيوش المسيحية لتحريرها من الحكم العثماني سوف يكون لحظة مهمة في حياته. دخل ألمبي قائد القوات البريطانية وقوات الحلفاء المدينة سيرا على قدمي. بين الحشود كان هناك رجل صغير البنية يدعى تي إي لورنس. كان يرتدي زيا عسكريا مستعارا، أصبح فجأة جنديا بريطانيا. أعتقد أنه يمكنك أن ترى أين يكمن ولاء لورنس، ربما بالطريقة التي يقرر أن يرتدي ملابسه بها. أحيانا يرتدي الزي العربي الفخم مع غطاء الرأس الذهبي، أي ما يشبه زي الأمير العربي، وأحيانا يرتدي الزي الكاكي الرث، وغالبا ما يرتدي ما بين هذا وذاك. إنه يرتدي الكاكي لكنه يرتدي معه غطاء الرأس وباقي الزي العربي، وكأنه يمزج بين الزيين. إنه يمثل جسرا بين العرب والإمبراطورية البريطانية، وأشك بأن هذا هو المكان الذي رأى نفسه فيه. استيلاؤهم على القدس جعل المسيحيين يحتفلون حول العالم، وقد حول ذلك انتباه العالم إلى حرب الشرق. كان هذا وقت أسوأ الهزائم على الجبهة الغربية، والآن أصبح لدى قوات الحلفاء سبب للابتهاج. ولكن بالنسبة للعرب كان لهذا النصر مضاعفات عظيمة. كانت هناك جماعة من الصهاينة تمارس الضغط على الحكومة البريطانية لتدعم إنشاء دولة يهودية في فلسطين، بما أن المنطقة الآن أصبحت تحت سيطرة بريطانيا. شعروا أن بإمكانهم التصرف كما يحلو لهم. كتب وزير الخارجية البريطانية اللورد بيلفور رسالة إلى أحد القادة الصهاينة اللورد روثشايلد، وحدد فيها موقف بريطانيا. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. كان هذا الإعلان متضاربا مع الوعد الذي قدمته بريطانيا إلى الشريف الحسين بأن فلسطين سوف تكون أرضا عربية.
لورد بلفور. كتب اللورد بلفور وزير الخارجية البريطاني رسالة إلى اللورد روثشيلد الذي كان ممولا كبيرا يعيش في باريس، ووعد بإعطائه أرضا لا يملكها لأناس لا ينتمون إليها. لم يعرف الجيش العربي شيئا عن هذا الوعد، واستمرت بريطانيا بالتأكيد للعرب أنهم سوف يحصلون على الاستقلال، حتى إنهم صمموا علما للدولة العربية الجديدة. كل شيء تم ليستمروا بالقتال في الحرب. لم يكن لورنس يعرف شيئا عن هذه الصفقة السرية الجديدة، وللاحتفال بالنصر مع الأمير فيصل عاد لارتداء الزي العربي. كان من بين الحاضرين للاحتفال صحفي أمريكي يدعى لول توماس. تم إرسال توماس من قبل الحكومة الأمريكية لجمع المعلومات التي يمكن أن تشجع الأمريكيين لدخول الحرب. أخبر لورنس توماس بأنه ملك العرب غير المتوج. كان هذا أمرا يجب أن يكتشفه توماس. أمضى توماس 8 أيام في الصحراء وهو يصور لورنس مع الجيش العربي. لم يعرف لورنس مدى أهمية هذه الأيام القليلة بالنسبة لمستقبله. بدأ لول توماس أسطورة لورنس. كان رجل دعايات أمريكيا، وهو من بدأ هذه الأسطورة. كانت مساهمة لول توماس بخلق أسطورة لورنس مهمة جدا. لا يدرك الناس الآن أن لورنس العرب لم يكن موجودا في الحرب العالمية الأولى. لورنس العرب هو من خلق صحفي أمريكي بارع يدعى لول توماس. مع الاستيلاء على القدس ازداد الزخم للتقدم إلى دمشق. تقدمت القوات البريطانية من الغرب وأسرع جناح الجيش العربي الشرقي. عرف لورنس بشأن وعد بلفور، وأدرك أن احتمال حصول العرب على استقلالهم سوف يكون صعبا، وكلما قربهم من دمشق أصبحوا أقرب لاكتشاف حقيقة أنه تم خداعهم. كان أمله الوحيد أن تصل القوات العربية إلى دمشق قبل قوات الحلفاء وأن يكونوا مسلحين ومستعدين، وعندها ربما تضطر بريطانيا إلى التفاوض للحصول على السلام العادل. عند اقتراب القوات المشتركة للجيش العربي وجيش قوات الحلفاء من دمشق، أدرك الأتراك أنه تمت هزيمتهم فلاذوا بالفرار وتحررت دمشق. استقبل الناس الجيش العربي بالتهليل والزهور وكانوا سعداء جدا. كانوا مبتهجين ويرقصون ويصفقون واعتقدوا أن يوم التحرير هو يوم الخلاص. شعور العرب كانت شعور بالنصر وبالحرية وبالاستقلال، يعني كيف أي شعور أي إنسان يطلب الحرية ويطلب الاستقلال. دخل الأمير فيصل إلى المدينة فاتحا. أصبح فيصل بطلا قوميا جديدا، وكان الناس يؤمنون بأنهم حصلوا على حريتهم بفضل هذا الشخص. هناك جدال حول من دخل المدينة أولا، القوات البريطانية أم الأسترالية أم العربية؟
ولكن العلم العربي هو الذي رفرف فوق المدينة. لقد انتصر بالوصول قبلهم إلى دمشق. نجح لورنس، ولكنه كان يدرك الاضطراب الذي سيتعرض له العرب. وفي اجتماع مع قوات الحلفاء وقادة العرب، اكتشف الأمير فيصل الصفقة المزدوجة التي عقدتها بريطانيا واتفاقية سايكس بيكو مع الفرنسيين. اعترض الأمير فيصل على الاتفاقية بقوة، وقام قادة قوات الحلفاء بمساءلة لورنس عما قاله للعرب، وخرج الأمير فيصل. الرجلان اللذان قاتلا مع بعضهما بقوة من أجل هذا اليوم افترقا. يذكر لورنس أيا من هذا في كتابه، كل ما قاله إنه كان منهك القوى. I made to Allenby the only request I ever asked him for myself. Leave to go. In the end he agreed, and then at once I knew how much I was sorry. By the time he's تلك الأيام التي قضاها في دمشق كانت عبارة عن فوضى. كان يريد المغادرة، ولكنه كان يفكر بأنه سيذهب إلى القتال، ولكن المعركة الحقيقية الآن سوف تكون في مؤتمر السلام ولن تكون في الشرق الأوسط بعد الآن. مع أنه كان يائسا ومرهقا، إلا أنه كان يخطط لخطواته التالية. كتب لورنس رسالة وداع موجهة إلى المقر الرئيسي في القاهرة. I'm off out of Egypt. This old war is closing and my use is gone. My regards to the staff. We were an odd little set, and we have, I expect, changed history in the Near East. I wonder how the powers will let the Arabs get on. كان هناك حزن أكبر بالنسبة للورنس، فقد وصلته أخبار بأن دحوم صديقه قد توفي بسبب التيفويد قبل أن يعرف بالانتصار الذي حققه لورنس من أجله. Death seemed my servant on the road till we were near and saw you waiting. When you smiled and in sorrowful envy he outran me and took you apart into his quietness. عندما وصل لورنس إلى بلاده كانت بريطانيا تحتفل بنهاية الحرب. كانت الهيئات الحكومية تناقش كيفية إعادة تشكيل الخريطة بعد انتهاء الأزمة. تم استدعاء لورنس ليقدم ما لديه إلى اللجنة الشرقية والتي ستقرر مستقبل المنطقة العربية. Gentlemen. Colonel Lawrence. قدم خطته لتلك المنطقة بشكل كامل مع أسماء الأشخاص الذين يعتقد أن عليهم حكم تلك المنطقة، وقدم الإمبراطورية البريطانية على أنها شريك لهذه الأمة. كان في قمة نفوذه واستمعت اللجنة إليه، ولكنه لم يكن متأكدا أبدا من أنهم سوف يعملون بنصائحه. لذا أطلق لورنس حملة ضغط كبيرة لجلب الاهتمام إلى القضية العربية. شعر لورنس بالغضب الشديد لأنه أقنع الرجال بالمجازفة بكل ما لديهم وبحياتهم، وشعر بأن جميع الوعود التي قدمها كانت بنية صافية، وبأنه تم خداع العرب وبالأخص فيصل. أعتقد أن لورنس كان يشعر بالغضب الشديد. تم نشر رسائل لورنس في صحيفة التايمز. Sir, your correspondent wishes to draw the reader's attention to the extraordinary courage of the Arab nation's support of the British rule. Pledges were made in His Majesty's name, which our nation is beholden to meet. تسببت هذه الرسائل بردود فعل عارمة في أوساط الحكومة، ولكن هذا لم يكن كافياً.
أدرك لورنس أن الأمواج سوف تنقلب ضده وبأن هناك عناصر في الحكومة تمنع العرب من حصولهم على الاستقلال، وكان عليه أن يبلغ آراءه بطريقة أخرى. ذهب لورنس إلى قصر باكنغهام لينضم إلى الأبطال الآخرين الذين سيتم تسليمهم ميداليات الملك جورج، وذلك بسبب الإنجازات التي قاموا بها. سوف يتم تسليمه ميدالية الخدمات المميزة وميدالية المرافقة، وهما من أعلى الميداليات التي يمكن أن يحصل عليها أي بريطاني. ولكن عندما حان دور لورنس رفض التكريم. السبب لرفضه تكريم الملك كان بسيطا، إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن له أن يظهر فيها عدم رضاه عما حصل، وهي أن يقول للملك: لا شكرا، أنا لا أقصد إهانة جلالتك، ولكني أشعر بأنني لا أستطيع قبول هذا التكريم. لقد روع المجتمع البريطاني، كانت هذه وقفة لم يسبق لها مثيل أمام الملك. تمكن لورنس من إيصال صوته، ولكن نفس الصحيفة التي كتبت عن إهانته للملك بدأت بتعديل رسائله. قامت صحيفة التايمز بحذف أكثر المقاطع إثارة للجدل. قام المحرر بكتابة عمود يدعم فيه ذلك. أقنع لورنس البريطانيين بدعوة الأمير فيصل إلى لندن وقال: ربما سيتكلم الناس عن الأمر عندما يصل إلى هنا. كانت هناك محاولات لعقد مباحثات بين العرب واليهود. تناول الأمير فيصل غداءه في قصر بيكاديلي. الحكومة البريطانية لم تبد اهتمامها إزاء المطالب العربية. كان المسؤولون البريطانيون يشعرون بالقلق على مطالبهم أكثر من مطالب العرب. أدرك لورنس أن عليه تحويل القضية العربية إلى الساحة الدولية. في باريس بدأ مؤتمر السلام لإنهاء الحروب. كان الفرنسيون أنفسهم مشكلة بالنسبة للجيوش العربية، فقد أرادوا الحصول على سوريا، حتى إنهم حاولوا منع الأمير فيصل من الوصول إلى باريس وشككوا بحقه في حضور المؤتمر. بمساعدة لورنس تمكن من عرض قضايا. وصل الرئيس الأمريكي ويدرو ويلسون مع لائحة 14 نقطة الشهيرة، وهي المبادئ التي تقول بأنه يجب السماح للناس بأن يحكموا أنفسهم. النقطة 12 بالتحديد تقول بأنه يجب إعطاء العرب الفرصة للاستقلال والتطور. استخدم لورنس والأمير فيصل هذه النقطة من أجل قضيتهما، ولكن أولاً عليهما إقناع منظمي المؤتمر بالسماح لهما بالتحدث. لم يكن الشرق الأوسط هو أهم نقطة تتم مناقشتها، فقد مرت أوروبا بمذبحة فظيعة في السوم وفي مناطق أخرى، وكان عليهم القيام بإعادة البناء. كانت هذه هي القضية الأساسية، ولكن لورنس سرق الأضواء، وكان كعادته يستغل الموقف، وحاول وضع قضية فيصل على جدول المؤتمر ونجح بذلك. قام لورنس والأمير فيصل بطرح قضية العرب أمام مجلس قادة العالم، ولم يكن باستطاعتهما القيام بأكثر من ذلك. سوف يجتمع المجلس الآن ويتداول الأمر، وعلى العرب انتظار النتيجة. أدرك لورنس أن هذا سوف يصنع التاريخ، وبدأ في باريس بوضع كتابه أعمدة الحكمة السبعة. The dreamers of the day are dangerous men.
for they may act out their dreams with open eyes to make it possible. This I did. I meant to make a new nation. انتهى مؤتمر السلام وقامت الوفود بتوقيع اتفاقية فرساي. أما بالنسبة للعرب فإن لائحة الرئيس ويلسون أصبحت مجرد ذكرى بعيدة. كانت النقاط 14 من أجل الجميع باستثناء العرب. قام المنتصرون برسم خرائط جديدة لعالم ما بعد الحرب. تم طرد العرب إلى الجنوب خارج سوريا، حيث حصل الفرنسيون على مطالبهم، واستولت بريطانيا على المنطقة الغربية من بلاد ما بين النهرين. وفي فلسطين والقدس اتخذ الصهاينة وطنا لهم تحت الانتداب البريطاني. لم يتم رسم الحدود لتتماشى مع المصالح العربية أو مع تطلعات العرب، بل كانت تعكس التصميم الإمبراطوري بين البريطانيين والفرنسيين من جهة، وبين الصهاينة من جهة أخرى. كانت القضية الكبرى هي فلسطين. عندما قامت بريطانيا بتقديم وعدها قبل الحرب إلى العرب، كانت فلسطين ضمن المنطقة التي ستصبح تحت حكم العرب. رفض قائد العرب الشريف الحسين قبول أي تسوية لا تشمل جميع المناطق العربية. العرب آمنوا ولا زالوا يؤمنون بأن بريطانيا العظمى قدمت وعدا، وعدت بالاعتراف بالدولة العربية المستقلة والموحدة في الشرق. أعتقد أن بريطانيا وعدت، وحتى هذه اللحظة التي نعيش فيها وربما بعد 100 عام أو أكثر، بأنها سوف تسيطر على جميع شؤون العالم العربي وأوروبا والشرق الأوسط. العرب قرروا أن يتحدوا تلك القوى العظمى وأن يتجاهلوا معاهدة فرساي، وأعلنوا بأنهم سوف يحكمون أنفسهم. لأول مرة منذ 5 قرون كان العرب أحرارا من أي حكم خارجي. تم تنصيب الأمير فيصل ملكا. أصبح الحلم العربي حقيقة واقعة. اعتقدوا بأنهم سوف يزدهرون، وأنه سوف تصبح لديهم مدارس جديدة وطرق ومستشفيات، وأن الغرب سوف يعاملهم بطريقة مختلفة. هذه هي النقطة التي بدأ العرب يعتقدون بأنهم أنجزوها، واعتقدوا أنهم يبنون مستقبلا جديدا لأنفسهم ويسيطرون على منطقتهم. بعد 5 أشهر فقط انتهى الحلم. وصل الجيش الفرنسي إلى سوريا حسب المعاهدة. تم وضع الأسلاك الشائكة في الشوارع، وهدد الفرنسيون بالهجوم الجوي إن قاومهم العرب. أمر الملك فيصل بالمغادرة. تم تركه لينتظر القطار مثل أي مسافر عادي. وبينما كان يمر من الأردن، قابل الملك فيصل مجموعة من الجنود البريطانيين، لم يعرف إن كانوا موجودين ليقوموا باعتقاله أو بتكريمه، لكن تمت دعوته ليتفقدهم. إنها لفتة أخيرة في طريقه إلى المنفى. عاد لورانس مسرعا من باريس بعد وصول خبر يقول إن والده مريض جدا، ولكنه تأخر كثيرا. حزين جدا على والده وعلى العرب أيضا. We lived many lives in those swirling campaigns, never sparing ourselves. Then the new world dawned. The old men came out again and took our victory to remake in the likeness of the former world they knew. Youth would win, but had not learned to keep. And it was pitiably weak against age. We stammered that we worked for a new haven and a new earth. And they thanked us kindly and made their peace. كان فيصل متأكدا أن لورانس صديق جيد للعرب،
ولكن فيصل كان رجل دولة وعرف أن لورنس كان موظفا في حكومته، لذا يجب ألا يلام لأنه لم يكن الحكومة نفسها. أتصور بأنه اعتقد أنه تمت خيانة العرب وأدرك بأنه لعب دوره في هذا، وأنه كان قلقا جدا لما حدث لدرجة أنه أراد الهرب بعيدا. المفارقة في لحظة هزيمته وفي أقل مرحلة انحطاط في حياته، كانت بريطانيا والعالم على وشك الاحتفال بلورنس كنجم. لول توماس الأمريكي الذي تتبع لورنس في الصحراء أحضر معه فيلما عن حرب الصحراء إلى لندن. حول هذا لورنس إلى نموذج النجم الشهير. تم الثناء عليه وانتقاده بسبب شهرته. To have news value is to have a tin can tied to one's tail. كتب صديق له بأنه يحب الشهرة ولكن دون أن يتمكنوا من رؤيته. كانت لديه عبقرية في لفت الأضواء، أصبح بطلا كما كان يحلم. أعتقد أنه يوجد الكثير ممن يرغبون بأن يكونوا أبطالا أو نجوما، وعندما يصلون لذلك يكتشفون أن هذا الأمر تافه، وهذا ينطبق على حالة لورنس، لأنها لم تكن قضية التحول إلى بطل، بل كانت قضية التحول إلى بطل من أجل قضية عظيمة بالنسبة إلى أناس آخرين، وقد أدرك هذا. كتب بأنه رمى جميع الميداليات ليجدها شخص يوما ما ويتساءل عن تاريخها. عاد لورنس إلى أكسفورد وإلى أمان العالم الأكاديمي، وعندها اتصل به وينستون تشرشل. تم تعيين تشرشل وزيرا للمستعمرات وطلب منه التخلص من الفوضى التي كانت تعم الشرق. عرض على لورنس وظيفة مستشار له. سوف يكون هذا آخر مجهود يبذله لورنس من أجل العرب وآخر فرصة له للتعويض. سافر كل من تشرشل ولورنس والخبراء بمنطقة الشرق الأوسط إلى القاهرة لحضور مؤتمر آخر. رغبت بريطانيا بالحصول على دولة جديدة على الخريطة، ولكن هذه المرة لدى لورنس رأي حول الأماكن التي يجب أن ترسم فيها الحدود، ولديه فرصة ليحقق وعوده بشكل جيد. في منطقة الأردن تم تنصيب الملك عبد الله على العرش، وتم تنصيب فيصل ملكا على دولة العراق الجديدة. لما تثبت فيصل في العراق وتثبت عبد الله في شرق الأردن، صارت الأمة ترى في بريطانيا يعني إشي من عادة يعني الضمير شوية، لو أنه مش المطلوب كامل. كان لورنس سعيدا بما حققه من أجل العرب، وكتب أن بريطانيا تخلت عن بلاد العرب عن طريق إيفائها بالوعد. لا أعتقد أن هذا كان بيانا حقيقيا أو صادقا من قبل لورنس ليصوغه بشكل معتدل. أعتقد أنه قال هذا لأنه كان يحاول الشعور بشكل جيد بشأن أمر لم يكن جيدا. إنه كالكثيرين منا حيث نحاول تصديق أمور معينة في حين أنها ليست حقيقية. غالبا نبرئ أنفسنا ونحن نعرف أننا لسنا بريئين. رأى العرب في اتفاقية القاهرة خيبة أمل وشعروا بأنهم قاتلوا من أجل لا شيء. ثاروا، ردت عليهم بريطانيا وفرنسا بالهجمات الجوية. قتل عشرات الآلاف من العرب، ودمرت بغداد ودمشق. I
أعتقد أن ما يدهشك عندما تتذكر هذا هو أنك تفكر بأنه لم يتغير أي شيء. جميع القضايا لا تزال كما هي، فلدينا الصهيونية والقومية العربية ورجال القبائل المتعصبون، والمخاوف من كيفية قمع هذا التعصب. لا يزال الأمر كما هو. كان لورانس على وشك الانهيار. I am so tired. I want to lie down and sleep and not wake up. لمدة 8 أعوام كان يعيش في رعب وفي توتر وعنف مستمر، وكان على وشك الانهيار العاطفي. إنها ضريبة مشاركته بأحداث عنيفة، حيث بالغ بتحميل نفسه المسؤولية، وقاده هذا في النهاية إلى خروجه من دائرة الأشخاص البارزين في الحياة العامة. Name? Ross John Hume, 352087, sir. أمضى لورانس نصف سنوات حياته بالاختباء في محاولة منه للهرب من شهرته ومسؤوليته عن طريق انضمامه إلى سلاح الجو الملكي. What are these? Superficial wounds, sir. Answer my question. A barbed wire tear, sir, over the fence. God. And these? Punishment? Persuasion, sir. سيقضي لورانس العرب نصف سنوات حياته في محاولة تحاشي المسؤولية وتجنب اهتمام الصحافة. If ever there was a man squeezed right out dry by over-experience, then it's me. I don't think I'll be fit for anything ever again. كتب إلى صديقه أنه على الرغم من صراعه في حياة الثكنات إلا أنه لن يترك سلاح الطيران الملكي لأي وظيفة أخرى. ولكن الهدوء لم يدم. خلال أشهر من توظيفه تمكنت الصحافة من إيجاده، وتم تسريحه من سلاح الجو الملكي لأن وجوده قد يسبب الإحراج. كتب قائلا اللعنة على الصحافة. قام بتغيير اسمه مرة أخرى، وأمضى السنوات العشر التالية يتنقل ما بين سلاح الجو والجيش مرارا وتكرارا ومن وظيفة إلى وظيفة، محاولا إيجاد مكان يمكنه أن يكون مجهولا فيه. استأجر كوخا صغيرا في دورست كلاودز هيل، وكان يستعمله كمخبأ في الإجازات. تقول النقوش الإغريقية على الباب لا تهتم، ولكن رسائله كانت مليئة بالشكوك حول مدى عدالة تسوية الشرق الأوسط. Surely my share in helping to settle the Middle East atones me for my misdeeds in the war. I think so anyway. If Iraq continues to put up a decent show over 3 generations, then the revolt was worthwhile. الملك فيصل حكم العراق لمدة 10 سنوات، ومن ثم توفي بمرض القلب في مستشفى سويسري، وحكم ابنه حتى عام 1958، حيث تم إعدامه مع عائلته خلال الثورة. بعد موت لورانس ب30 عاما، ظهر رجل ولديه سجل يذكر فيه كيف كان لورانس يدفع له النقود مقابل ضربه. تمت الموافقة عليه كليا من قبل الأشخاص الذين درسوا الدلائل. فسر البعض هذا بأن لورانس كان يرغب بمعاقبة نفسه، وقال الآخرون إن هذا كان من أجل المتعة الجنسية. يجب أن نكون رحماء بلورانس. لقد رأى الكثير من الموت وقتل الكثير من الأشخاص وشاهد الكثير يقتلون. لابد أن هذا أثر عليه كثيرا ودفع ثمنه غاليا، وربما نضيف إلى هذا الشذوذ الجنسي، وعندها سنحصل على ردة فعل غريبة جدا.
في عام 1935 كان لورنس في 46 من عمره، وقد ترك سلاح الجو والخدمة لآخر مرة. خطط للحصول على تقاعد هادئ في دورست، ولكن بما أن بريطانيا وفرنسا تواجهان الحرب مجددا، كان بطل العرب مطلوبا للعمل. أراده تشرشل أن يقود الدفاع الوطني، أراده الفاشيون البريطانيون للانضمام إلى القيادة، وأراده آخرون ليصبح سفيرا للسلام. لورنس أو تي إي شو كما يسمي نفسه لن يقبل الخروج من كوخه. أرسل بطاقات يعلن فيها أنه انسحب من هذا العالم. Wild mares would not drag me from here now. كان هروب لورنس من هذا الوضع يتمثل بسرعة، وكان سعيدا بقيادة دراجته القوية بأسرع ما يمكن. كان لورنس يحب السرعة لأنها كانت تمنعه من التفكير. لقد تحرر من عالم التفكير وهبط على عالم المشاعر والحرية. لقد أحب السرعة. كان مهووسا بالسرعة. في 13 من مايو أيار عام 1935 ذهب لورنس إلى مكتب البريد ليرسل برقية. كان في طريق العودة إلى المنزل حيث فقد السيطرة على الدراجة وانحرف قليلا وتعرض لحادث. لم يستعد وعيه أبدا. توفي لورنس بعد الحادث بستة أيام. قامت الصحافة بتغطية خبر موته كما تفعل الآن عند تغطية خبر موت أحد النجوم. كانت هناك أقاويل عن المؤامرة والاغتيال، فببساطة كان لورنس شخصية عظيمة بالنسبة للناس، ولا يمكنهم تقبل فكرة موته بحادث عادي. حزن عليه العرب الذين كانوا يعرفونه، وأرسل الرجال من القبائل والمدن التي عاش وقاتل فيها لورنس تعازيهم. أرادوا إخبار بريطانيا بأن قلبه كان حديديا وأنه كان رجلا قويا ويحب الحرية ولديه عقل لا يساويه عقل. كان هناك ممثلون عن الملك جورج وسفراء وقادة وزعماء، وكان بينهم تشرشل. قال تشرشل إن لورنس كان من الأشخاص الذين كان نمط حياتهم أسرع وأكثر حماسة من الحد الطبيعي، لذا كان يعمل بشكل أفضل في المصاعب. خلال فترة البطولة وجد نفسه في علاقة مثالية مع الرجال ومع الأحداث. سوف يعيش دائما في التاريخ.